أهلا بكم إلى نشرة المنتصف من يمن شباب، معكم هشام جابر وأماني علوان، وتتابعون معنا في أخبار المنتصف. الجيش يتقدم في مديرية برط العنان بالجوف ويحبط محاولة تسلل إلى مواقعه غربي مأرب. ومقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في صنعاء وصعدة، والميليشيا ترتكب مجازر بحق الأبرياء في حيس والتحيتة جنوب الحديدة. وأيضا طلائع قوات شرعية تصل آخر معاقل الحوثيين في مديرية باقب، ومصرع قيادات الميليشيا بنيران الجيش في جبهة الملاحيض في صعدة. السلام عليكم. أحرز الجيش الوطني تقدماً ميدانياً جديداً في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة الجوف. نعم، وقالت مصادر عسكرية أن الجيش حقق تقدماً كبيراً في جبل الربعة في مديرية برط العنان عقب معارك عنيفة شنها ضد الميليشيات هناك. وأسفرت المعارك عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإنقلابية، من بينهم قيادات بارزة، إضافة إلى أسر آخرين واستعادة أسلحة وذخائر. إلى مأرب، حيث أحبطت وحدات من الجيش الوطني هجوما لميليشيات الحوثي الإنقلابية غرب المحافظة. وقال قائد الكتيبة الأولى في اللواء 203 العقيد أمين الهجري إن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيا إلى مواقع محررة في مديرية صروح. وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإنقلابية. هذا ولقي أحد عناصر الميليشيا مصرعه في انفجار لغم أرضي زرعه المتمردون بالقرب من مواقعهم بمنطقة صروح. كما تحاول الميليشيا بين فترة وأخرى التسلل إلى بعض المواقع، ويتم التصدي لها من قبل قوة الجيش وتكبيدها خسائر في صفوف مقاتليها وعتادها الحربي. كثفت مقاتلات التحالف العربي من طلعاتها الجوية، حيث شنت غارات هي الأعنف على مخازن أسلحة ومواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في عدة جبهات. وقصفت المقاتلات بسلسلة غارات مواقع ومخازن أسلحة الميليشيا، حيث نفذت 6 غارات على مطار صنعاء وقاعدة الديلم. وقصفت ب7 غارات أخرى أهدافا متفرقة في المزرق بحجة، وغارتين في منطقة آل ذرية في مديرية سحار، وكذا مواقع تمركز الميليشيا في سلسلة جبال الربعة التابعة لمديرية برط العنان بالجوف. في السياق ذاته، دمرت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في جبل برد في مديرية كسمة في محافظة ريما المحاذية لمحافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية إن ما لا يقل عن 5 غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع ومخازن أسلحة في جبل برد الذي حولته الميليشيا إلى ثكنة عسكرية ومخازن أسلحة منذ فترة طويلة. هذا ويعد جبل برد من الجبال ذات الارتفاع الشاهق في اليمن، كما أنه يطل على مدينة زبيد وبيت الفقيه وكذلك المنصورية. هذا وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تدمير غرفة عمليات عسكرية لميليشيات الحوثي خلال سلسلة غارات شنتها على معاقل للمتمردين في مدينة الحديدة على الساحل الغربي. ودمرت طائرات تابعة للتحالف غرفة عمليات عسكرية للميليشيات داخل مقر الشرطة العسكرية في مدينة الحديدة. وذكرت المصادر أن الغارات الجوية للتحالف على معاقل الحوثيين في الحديدة أسفرت أيضا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين. ويأتي هذا التطور في وقت شنت فيه طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مدينة زبيد في الحديدة والأطراف الجنوبية للمدينة. كما شنت عدة غارات على تجمعات للميليشيا في مديرية الزيدية والدريهمي في محافظة الحديدة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية. هذا وبدأت قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية وبدعم من التحالف العربي في حشد أفرادها استعدادا لمعركة تحرير مدينة زبيد من قبضة الميليشيا. وقالت مصادر ميدانية إن القوات تعكف على تعزيز صفوفها بالعتاد والمقاتلين في إطار عملية تهدف للتصدي للإنقلابيين الحوثيين في زبيد وتحرير المدينة من سيطرتهم. وتشمل التعزيزات آلاف المقاتلين المدربين مدعومين بأسلحة نوعية وآليات
عسكرية متطورة بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. ويعكس هذا التحشيد الحربي خطة منسقة من قبل الحكومة والتحالف العربي لاستئناف الهجوم العسكري على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي. وتقدر المصادر العسكرية مشاركة نحو 20,000 جندي في الهجوم من ألوية العمالقة الجنوبية والمقاومة التهامية، فضلا عن القوات السودانية المنخرطة منذ البداية في معركة الساحل الغربي. تواصل ميليشيا الحوثي الإنقلابية ارتكاب جرائمها بحق المدنيين بمديريات الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة. وأظهرت صور نشرها موقع ألوية العمالقة في الجيش الوطني حجم الدمار الذي طال منازل المواطنين في مديرية التحيتة جراء سقوط صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية عليها، والتي تطلقها ميليشيات الحوثي الإنقلابية بشكل يومي ومتعمد من مناطق تمركزها في المناطق المحاذية للمديرية. كما تظهر الصور إلى جانب الدمار في المنازل وترويع الآمنين من الأطفال والمدنيين العزل، تظهر آثار القصف الذي طال الحيوانات وأسفر عن نفوق عدد من الماشية، متأثرة بإصابات مباشرة جراء هذه القذائف التي تنهال على المناطق السكنية بمديرية التحيتة جنوب مدينة الحديدة. هذا ويطالب المواطنون بتأمين المناطق المحررة بما يدفع عنهم صواريخ وقذائف الميليشيات التي أودت بحياة كثير من الأبرياء وطالت حيواناتهم وممتلكاتهم وكذلك مزارعهم. ودعا الأهالي الجيش الوطني إلى استكمال عمليات التحرير وتأمين المناطق المحررة، كما ناشدوا التحالف مواصلة عملياته العسكرية واستهداف مواقع الميليشيا ومنصات إطلاق الصواريخ على التجمعات السكانية. ما زلنا في الحديدة أيضا، حيث استشهد مدني وأصيب آخرون بجروح من بينهم امرأة إصابتها بليغة جراء القصف العشوائي الذي قامت به الميليشيات الحوثية على الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة حيس. وقال شهود عيان بأن ميليشيا الحوثي كثفت من قصفها بشكل هستيري على منازلهم، وهو ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى. ونقلت مصادر إعلامية أن المواطن محمد حميد الشرعي 38 عاما قتل وأصيبت زوجة شقيقته نجاة محمد ثابت جبلي 45 عاما بإصابات بليغة، تم نقلها إلى المستشفى إثر قصف مدفعي استهدف منزلهم الكائن في حارة بني النعمي جنوب شرق المدينة على خط الحديدة. ولفتت المصادر إلى أن ثلاثة من المارة تعرضوا لإصابات متفاوتة، وتتواصل جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين بمدينة حيس محافظة الحديدة بقصفها الأحياء السكنية مخلفة المزيد من الضحايا في صفوف الأهالي. هذا وأوقعت قذائف الميليشيات الحوثية مطلع الأسبوع 11 قتيلا وجريحا معظمهم من أسرة واحدة بقصف عشوائي على الأحياء السكانية في مدينة حيس. للحديث أكثر عن هذا الاستهداف لمدينة حيس من قبل ميليشيا الحوثي ينضم معنا الناشط الحقوقي طارق سرور. أهلا وسهلا بك سيد طارق. يعني المزيد من القصف على الأحياء المدنية في حيس استهدفت السكان وخلفت الكثير من الإصابات من قتلى يعني وضحايا واستهداف للأبنية والمدنيين، يعني بأي خانة ممكن توصيف وضع هذا الاستهداف الحوثي للمدينة؟ اهلا تحية لك الكريم ولمشاهدي قناتي من شباب. اخي الكريم، القصف المستمر من قبل الميليشيا الانقلابيه على المدنيين في حيس او في التحيتة صار بشكل شبه يومي، وصار على الضحايا من الاطفال والنساء والمدنيين، وصارت ظاهره يوميه وسهوله للامانه، ويتحمل مسؤوليتها بالدرجه الاولى طبعا بعض الحوثيين التحالف والتحالف بعدم استكماله لتحرير مدينه حيس تحرير مدينه التحيتة. هذا التحرير منقوص وغير كامل ويؤدي الان ابناء مديريه حيس وابناء التحيتة بشكل كبير أكبر مما لو كانت ما زالت ترزح تحت ميليشيات الانقلاب الحوثي، ما أدى إلى سياح كبير من قبل مواطني هذه المديريتين من التحالف ومن التحرير. لهذا نأمل ونرجو أن يتم استكمال التحرير بشكل كامل وتصفية الجيوب الميليشيات المحلية على تخوم حيث في المناطق الجبال والمرتفعة
الذي تطلق منها يوميا هذه القذائف على اخواننا المدنيين. يعني الاستهداف المتكرر للمدنيين وللاحياء السكنيه، يعني سيد طارق سرور، يعني هل من تفسير لهذا الاستهداف المتكرر لاحياء معروف بانها سكنيه لا يوجد مقاتلون فيها ولا اي اسلحه فيها؟ ما التفسير لهذا الاستهداف؟ اخي الكريم، التفسير اخي الكريم، هذه ميليشيا وهذه العصابه شيء طبيعي بالنسبه لها. نعم. مشاعرها تحاول ان تزيد من استياء المواطنين من هذا التحرير الغير منقوص، تحاول ان ترفع من وتيره غضب المواطنين من التحالف جراء هذا القصف اليومي. نعم. هذا اسلوب طبيعي لهذه الميليشيات، ولكن على التحالف وعلى قيادة القوة، على قيادة العمليات في الساحل الغربي وفي الساحل التهاني، أن تعمل على تمشيط كافة هذه البنوك والتحرير الكامل لهذه المديريات. هل من إحصائية واضحة لعدد الضحايا سيد طارق؟ الضحايا بشكل مرتفع، والضحايا هناك توثيق دقيق للضحايا الآن ما يزيد عن 200 شهيد تقريبا الذي فقدوه خلال الاسبوعين الماضيين. نعم. المشكله ان هذا الموضوع يتكرر الان في مديريه التحيه الذي بدات تتحرر اجزاء كبيره منها. نعم. لهذا تتكرر نفس المشكله الان، وهذا غير مقبول. يجب الحسم الكامل، يجب الانهاء التواجد الميليشيات في هذه المناطق. اما ان يكتفى بتحرير مركز المديريه فقط والتهليل الاعلامي حوله فهو غير مرغوب ويؤدي الى تضرر كبير في هذه الميليشيات. نحن نستبشر، بالامس اعلنت اعاده استئناف عمليات الساحل الغربي. نعم. بعد تدمير البارقه البحريه والحربيه السعوديه، لا يكون اعاده العمليه هو ردود افعال. يجب ان يكون عمل منهجي ومتكامل لا ينتهي الا بتحرير مدينه الحديده ومحافظه الحديده بشكل كامل. كل الشكر لك الناشط الحقوقي طارق سرور، متحدثا عن الجرائم الحوثية بحق مدينة حيس. ومن الحديدة إلى صعدة، حيث فتح الجيش الوطني جبهات جديدة في مديرية باقم في خطوة يهدف من ورائها لاستكمال سيطرته على المديرية واستعادة مركزها من قبضة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. أجل، وقال مصدر عسكري إن الجيش فتح جبهات في قلب وميمنة مديرية باقم تمهيدا لدخول مركز المديرية من كل الاتجاهات وتضييق الخناق على الميليشيا المتمردة وفق خطة لتجنب المدنيين القتال. نعم، وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش ان الجيش احرز تقدما في الجبهات الغربيه من مركز المديريه بعد استكماله تحرير منطقه ابواب الحديد. وتمكن الجيش الوطني وفقا لقائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي من تامين الطريق الرابط بين منفذ علب حتى ابواب الحديد القريبه من مركز مديريه باقم. واشار العميد القبلي الى وصول طلائع الجيش الى قرى مزهر واخر معاقل الحوثيين في مديريه باقم. هذا ولقي ستة من قيادة الميليشيات الانقلابية مصرعهم في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة الملاحيض غرب محافظة صعدة. وقالت مصادر ميدانية إن القيادات لقيت مصرعها في مواجهات ضد الجيش الوطني دارت الأسبوع الماضي. هذا وكان الجيش الوطني قد شن عدة عمليات عسكرية ضد الميليشيات الانقلابية في جبهة الملاحيض تكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ويخوض الجيش الوطني في محافظة صعدة معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في خمس جبهات متفرقة ضمن عملية قطع رأس الأفعى التي أطلقها الجيش الوطني مسنودا بالتحالف العربي الأشهر الماضية. في مشهد يجسد التلاحم بين المجتمع والجيش الوطني، قام عدد من مشايخ وأعيان محافظة حجة بزيارة تفقدية لجبهات القتال في المحافظة. وعبر المشايخ والأعيان عن مساندة أبناء حجة ومواطنيها للقيادة الشرعية والجيش الوطني في سبيل دحر ميليشيات الحوثي الإجرامية الموالية لإيران. يوما فآخر تتزايد عزلة الكهنوت الإمامي وينفض الناس من حوله، ولم يبق معه إلا مجرمي السلالة الهاشمية وبعض من ورطتهم بجرائم في صفوفها ولم يجدوا الفرصة المناسبة بعد للتخلي عنها.
هنا في حيران بمحافظة حجة وصل مشائخ المحافظة إلى القرى المحررة في المديرية تأكيداً على وقوفهم إلى جانب الجمهورية والدولة ورفضهم لانقلاب السلالة. ليس ذلك فحسب، بل يأتي وصولهم إلى القرى المحررة إيذاناً ببدء استعادة الحياة التي خطفتها الميليشيا الكهنوتية بانقلابها الإجرامي قبل 4 سنوات. ونحن الآن إن شاء الله في قرية الجعدة في مديرية حيران على أطراف قرية الفرانتة. نحن قريبين من أسفلت من طريق حرض الحديدة، وإن شاء الله النصر قريب. اللواء يحيى صلاح قائد المنطقة العسكرية 5 التي تضم في إطارها محافظة حجة أكد أن ميليشيا السلالة صارت معزولة كليا ولم يبق معها أحد من الشعب اليمني باستثناء من وصفهم بالأوغاد. كنا قبل قليل مع مجموعة من المشايخ، والآن كان إلى جواري الشيخ محمد صبر الجماعي. أضم إلى الجميع ما داموا جميع العقلاء أصبحوا في الصوف الشرعية، لم يبقى مع الحوثيين إلا قليل من الأوغاد. ومنذ تحرير مديرية ميدي في وقت سابق تشهد جبهات المحافظة انتصارات متسارعة، وخاصة في جبهات حيران حيث حررت قوات الجيش مراسي المديرية على البحر ووصلت إلى أولى قرى مديرية عبس المجاورة في طريقها باتجاه مثلث عاهم وشمال الحديدة. التحالف العربي بدأ مؤخراً سلسلة من اللقاءات المكثفة مع قيادات ومشائخ القبائل في تهامة وصعدة وحجة بما يسهم في عملية التحرير، وتتواجد قواته بجانب قوات الجيش اليمني وخاصة في جبهات صعدة وحجة. إذا ما زلنا ميدانيا، وبالعودة إلى آخر التطورات في محافظة الجوف ينضم معنا سيدة العقيد عبد الله الأشرف الناطق باسم المنطقة العسكرية 6. نرحب بك سيدة العقيد معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. مساء الخير. إذا سيدة العقيد، بداية نريد أن نعرف أي تفاصيل جديدة حول هذه العملية العسكرية التي بدأت في الجوف اليوم، نتائجها، ماذا حقق الجيش الوطني من انتصارات، وأهمية أيضا هذا التقدم الذي حدث اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم سيداتكم الكريمة على هذه المداخلة. جبهات الجوف اليوم هي إلا امتداد لتقدم جبهات لجبهات القتال في كل ميادين للصهور في اليمن بشكل عام. اليوم شن الجيش الوطني بجبهة ضرب العنان للجوف هجوما مكثفا على مواقع الميليشيات في بلاد القطاع. تم تدميرهم هزائم فادحة في الأبواب العسكرية من بين القيادات ذلك، وتم سقوط عدد من الأسرى بأيدي الجيش الوطني. نعم. وتم تحرير هذه السلسلة بجبال رفعة بالكامل. نعم. والميليشيات تتراجع في كل جبهات اليمن وفي جبهات الجوف، ومشروعهم ينقلب، والأيام القادمة إن شاء الله تبشر بالخير الكبير. نعم، يعني كما تحدثت سيادة العقيد، يعني هناك تقدم محرز الآن، كما تحدثت أنه السلسلة الجبلية بالنسبة لجبال الربعة الآن تم تحريرها، نريد أن نعرف ما أهمية هذا الجبل وما الذي أيضا يعني يمثله تحرير جبل الربعة. جبل الربعة هو جبل استراتيجي، وسيتم من خلاله الإشراف على مديرية طرف العنان التي هي يعني اتجاه جيش ميال المخفي، سيكون طعنة في حاصرة الميليشيات، وكل ما تقدمت فتائد وعربية الوطني من هذا المكان سيضيق عليه القناب في وسيتم تراجعهم في جبهات الجوف الأخرى التي هي في جبهات المسرون وجبهات المصلوب وغيرها من الجبهات، لأن هذا هي حاصرة الميليشيات من الجهة الشمالية. طيب سيدة العقيد، نريد أن نعرف الآن الميليشيا الآن يعني تراجعت بحسب حديثك إلى أي مناطق الآن؟ أين هم يتواجدون؟ كم هي المساحة الآن التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيا وأيضا سيطرة الجيش الوطني والمقاومة؟ بالنسبة لهذه الجبهة هي أقرب جبهة لإغلاق محافظة الجوف وفصلها عن محافظة صعدة، وكذلك مديرية المتون ومديرية المطنة مديرية المطلوب. كذلك هذا المحور سيتجه إلى محور سكان وعمران.
نعم، أنا أرجو فقط منك سيادة العقيد أن ترفع صوتك قليلا حتى يتسنى لي وللمشاهدين سماعك جيدا. تحدثت أن هناك أسرى بالنسبة للميليشيا بهذه المعارك الآن التي تحدث في الجوف، هل هناك أيضا خسائر يعني تذكر، وأيضا هل يواجه الجيش الوطني خلال هذا التقدم المحرز وسواء كان في هذه الجبهة أو جبهات كثيرة في الجوف أي ربما صعوبات، وهل ما زالت مشكلة الألغام يعني حاضرة أيضا في هذه الجبهة؟ سيدة العقيد، سيدة العقيد هل ما زلت معي سيد عبد؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيدة العقيد. عبد الله الأشرف حدثنا عن آخر التطورات في جبهة الجوف وأن هناك انتصارات يحرزها الجيش في هذه الجبهة من أهمها تحرير جبال الربعة. عموما نشكر السيد العقيد عبد الله الأشرف الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة، شكرا جزيلا له. تتواصل انتصارات الجيش في محافظة البيضاء وسط البلاد في الوقت الذي تنهار فيه ميليشيا الحوثي الانقلابية بشكل كبير، فيما تؤكد قيادة محور بيحان على المضي قدما حتى تحرير جميع مديريات البيضاء من قبضة الميليشيا. كاميرا يمن شباب تمكنت من الدخول إلى ساحة المواجهات ورصدت هذا التقرير. لم يدم فرح الحوثيين طويلا بالسيطرة الكاملة والبقاء الآمن المريح على هذه الجبال التي تقع بجانبه شركة العرب، وزعموا أنهم قادرون على البقاء في هذه المواقع، لكن سرعان ما باتت أحلامهم سرابا وأوهاما كاذبة. فجرا دخلت ألوية الجيش المعركة وخاضت أدوارا بطولية لا يرقى القيام بها إلا رجال آمنوا بنبل قضيتهم وهدفهم، فاستشهد منهم 8 وجرح أكثر من 20 مقاتلا. لم تنتهي المعركة، وتقدم الشرعية آخذ في الازدياد، وخسر الحوثيون 12 موقعا عسكريا أبرزها موقع دير وشركة العرب لشق الطرقات وزفلتة الشوارع ووادي فضحة والمواقع المجاورة وعشرات القتلى والجرحى. نحن اليوم هنا في فضحة، يعني أكبر معسكر للحوثيين وأهم معسكر حامي على فضحة، إن شاء الله بإذن الله نستكمل تحريرها والطريق إلى البيضاء ومن البيضاء إلى صنعاء إن شاء الله. من هنا نحيي فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، ونقدم له هذه الانتصارات هدية من الجيش الوطني محور بيحان. من المعروف عسكريا أن هذه الجبال بقممه العالية تعتبر مركزا استطلاعيا ومراقبة متقدمة لقوات العدو، ويمكن من خلالها السيطرة النارية على هذه الخطوط الإسفلتية وطرق الإمداد، كما تمنع أي محاولة لتطويق موقع هذه الشركة وحماية ظهرها في الجنب الآخر، وهو ما يشكل حداً استراتيجياً طبيعياً وجداراً حامياً للشركة والمواقع المجاورة. والآن الأبطال بيطاردوهم، وبإذن الله نحن قفاهم إلى مفرق البيضاء ولن نفلتهم. وهذه يعني بالنسبة لسعد المقاتل، يعني هذا الأبطال الذي هم لن ينحلوا ولن يتراجعوا. كل هذه المساحة الجغرافية التابعة لمحافظة البيضاء المعقدة بتضاريسها كانت في قبضة الميليشيا، فانتزعتها قوات الشرعية المتمثلة هنا في محور بيحان. تمضي العملية العسكرية باقتدار، وتعزم قوات الشرعية في هذه المعركة لتطهير محافظة البيضاء قاطبة من قبضة الميليشيا. عمر المقرمي، يمن شباب، البيضاء. إذن كذلك في البيضاء. أما في تعز فقد تجددت المواجهات العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية ماوية الواقعة على الجنوب الشرقي للمحافظة. وقالت مصادر محلية إن المواجهات نشبت عقب استحداث الميليشيا مواقع في رأس جبل ثمران. وأشارت المصادر إلى أن المعارك نشبت بين قوات الجيش والمقاومة المتمركزة في منطقة حوامرة وعناصر الميليشيات في ثمران. ووفقا للمصدر فإن القوات شنت قصفا بقذائف الدبابات استهدف مواقع الميليشيا، وتمكن الجيش الوطني في 22 من شهر يونيو الماضي من تحرير منطقة حوامرة التابعة لمديرية الراهدة.
نبقى في تعز أيضا، حيث أحبط الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مواقعه في جبهة الضباب جنوب غرب المحافظة. وأفادت مصادر عسكرية هناك أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين في منطقة الصياحي وقرية ماتع وتبة المقبابة ومناطق غرب جبل هان في حذران وتبة مؤكنة، مضيفة أن المواجهات امتدت إلى منطقتي الصياحي والأشعب. وتمكنت قوات الجيش من صد هجوم الميليشيات وإجبارها على التراجع والفرار، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وبالتزامن شن الجيش قصفا مدفعيا استهدف مواقع وثكنات للميليشيا في حذران وقرية الروض، أوقع قتلى وجرحى في صفوف المتمردين. كما شنت الميليشيات الحوثية قصفا مدفعيا عشوائيا طال الأحياء السكنية في شارع الثلاثين والصياحي والضباب، تسببت في خسائر في ممتلكات الأهالي دون خسائر بشرية تذكر. أكثر من 20 وفدا إعلاميا من دول خارجية قام بزيارات إلى جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء للاطلاع عن كثب عن وضع الجبهة ومدى قربها من أمانة العاصمة مركز التمرد والانقلاب. لجبهة نهم أهمية كبيرة نظرا لعدة عوامل، أهمها قربها من العاصمة صنعاء والتي باتت قوات الشرعية قريبة من أسوارها، لكن هذه الجبهة تمر بظروف صعبة أهمها المسرح السياسي الذي يؤثر عليها سلبا نتيجة الضغوطات الدولية التي تواجهها قيادة الشرعية لإيقاف زحف هذه الجبهة نحو العاصمة. في الآونة الأخيرة زار جبهة نهم أكثر من 20 وفدا إعلاميا من وكالات وقنوات عالمية، ما يدل على أهمية هذه الجبهة في نظر المجتمع الدولي. وفود من فوكس نيوز الأمريكية وواشنطن بوست والإندبندنت وسي إن إن وشبكة البي بي سي قدمت إلى نهم فقط دون غيرها، بشكل يوحي مدى مكانة هذه الجبهة وأهميتها الاستراتيجية. تمثل الزيارات الميدانية للوفود الإعلامية الدولية والتي تمثل هذه الزيارة اليوم تقريبا الزيارة 24. هناك أكثر من 18 وفد الآن، هذا الوفد 19، وإن شاء الله في الأيام القادمة سيأتينا بعض الوفود. لأهمية جبهة نهم وما تمثله من أهمية استراتيجية وعمق استراتيجي للجبهة، سواء من ناحية التضاريس وصعوبة الجبهة وما تشكل من أهمية استراتيجية، أو حتى من الأهمية العسكرية نظرا لقربها من قلب أمانة العاصمة، حيث تعتبر من مديرية أمانة العاصمة، والجبهة أصبح مطار صنعاء أقرب إلينا الآن من أقرب إلينا الآن من حتى من لمسة الأذن. زارت الوفود مواقع الجيش في طول الجبهة وعرضها، ورأت مدى قرب قوات الشرعية من مركز الانقلاب الحوثي في العاصمة صنعاء والمناطق الوعرة التي تجاوزتها قوات الشرعية حتى وصولها إلى مناطق مفتوحة يسهل التقدم فيها، غير أن القرار يظل عالقا بسبب ضغوطات المجتمع الدولي. ومثلما أوقفت معركة تحرير الحديدة أوقفت معركة تحرير صنعاء من قبل. دلوقتي بنقول لكم واقع الأحداث من جبهة نهم، إحدى الجبهات التي تدور فيها المعارك بين الحوثيين وجنود السلطة الشرعية. نهم هي المديرية الكبرى في صنعاء، وهي أولى المديريات من 26 مديرية، من 16 مديرية عفوا اللي في صنعاء. ورغم عزم الشرعية والتحالف لتحقيق إرادة الشعب اليمني في دحر الميليشيا الحوثية واقتحام العاصمة لاستعادتها من قبضة المتمردين، يبقى الضغط الدولي أهم عائق يحول دون إنهاء الانقلاب. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب، نهم شرق العاصمة صنعاء. بعيدا عن الجبهات، فقد كشف نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأخشع عن إحصائية لعدد الجرائم التي ارتكبت في النصف الأول من العام الحالي في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها عمليات الاغتيالات. وقال الأخشع في تصريح لبرنامج بين أسبوعين الذي يبث على قناة يمن شباب إن إحصائية الجرائم التي ارتكبت خلال النصف الأول من العام الحالي في جميع المحافظات المحررة بلغت 2217 جريمة، مشيرا
إلى أن هذه الأرقام تعد طبيعية بالنسبة لما يشابهها من جرائم كانت ترتكب في العام 2014 قبيل انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في محافظة واحدة. واعترف نائب وزير الداخلية بوجود اختلالات أمنية في المحافظة المحررة وخصوصا في عدن، لكنه حمل جماعة الحوثيين المسلحة مسؤوليتها عن تدهور الأمن بسبب ما أسماها بالخلايا التي قال إنها تعمل لصالحها في تلك المحافظات. وعن أسباب تزايد عمليات الاغتيالات في عدن عقب عودة الرئيس هادي، جدد لخشع تأكيده أن تلك الخلايا التابعة لجماعة الحوثي تسعى جاهدة إلى دفع الرئيس وحكومته لمغادرة عدن حتى يفقد المواطنون ثقتهم بالرئيس والحكومة. وأوضح أنه يجري حاليا إعادة بناء الأجهزة الأمنية خصوصا بعد التفاهمات والزيارات لرئيس الحكومة ووزير الداخلية إلى الإمارات، بما يمكن تلك الأجهزة من تثبيت الأمن ومحاربة الإرهاب والاختلالات المنتشرة في المحافظات المحررة. وبالعودة إلى آخر التطورات الميدانية، ينضم معنا سيدة العقيد عبد مجلي الناطق باسم الجيش الوطني للتعرف أكثر عن ربما أهمية التقدم المحرز في أكثر من جبهة. نرحب بك سيدة العقيد معنا في أخبار المنتصف. سيدة العميد، هل تسمعني سيدة العميد؟ نعم، ربما يعني نحاول اتصال ويعود معنا سيدة العميد عبد مجلي لكي نتعرف أكثر عن طبيعة التطورات الميدانية في أكثر من جبهة في الجوف والبيضاء وأيضا في تعز. هل عدا السيد عبد مجلي؟ إذا نعود للنشرة هشام. نعم، إلى ذلك، أوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسباب اللقاء الذي عقده الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوهانس بروير مع ما يسمى بوزير خارجية الحوثيين في صعدة. نعم، وقال الناطق باسم الصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام في تصريح لقناة يمن شباب، قال إن ما حدث خلال اللقاء إبلاغ لطرف الحوثيين بتعيين مدير جديد للمنظمة الدولية في اليمن من أجل تسهيل مهامه. وأضاف أنه بطبيعة الحال مع أي تغيير للطاقم كما حدث مع رئيس البعثة الجديد في اليمن، فيتم إبلاغ كافة الأطراف بأنه حدث تغيير في طاقمها، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحكومة اليمنية عبر بعثتها الموجودة في جنيف حيث يتواجد المركز الرئيس للصليب الأحمر. كما أشار إلى أن لقاءات الصليب الأحمر خلال النزاعات مع أي طرف لا تعني بالضرورة أن ذلك اللقاء يعطي شرعية لطرف ما على حساب طرف آخر. ودعا في ختام تصريحه عبر قناة يمن شباب إلى عدم تسييس عمل الصليب الأحمر وكذا إلى تيسير أعمال الصليب الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتمنون عودة عملهم بنشاطه الكامل كما كان سابقا بعدما تم تجميد كافة الأعمال في الآونة الأخيرة باستثناء إنقاذ الحياة واستجابة النداء الإنساني في الساحل الغربي. أقر اجتماع للجنة الأمنية في محافظة مأرب تفعيل الخطة الأمنية لتأمين المصالح العامة والمنشآت الحيوية وكذلك الطرقات. وشددت اللجنة خلال اجتماع برئاسة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن فيصل حسن على الوقوف بجدية وحزم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالمصلحة. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وكيل وزارة النفط والمعادن شوق المخلافي ومسؤولون من شركة الغاز عددا من القضايا الأمنية والعسكرية وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطبيق القانون وتثبيت الأمن في المناطق المحررة والحفاظ على المصالح العامة لا سيما في محافظة مأرب. شنت ميليشيا الحوثي الانقلابية حملة مداهمة طالت قرى ومنازل الأهالي في عزلة الأهمول بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب. نعم، وقالت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت الرصاص الحي والعشوائي على منازل السكان في منطقة الأهمول وسقط جرحى في الحادث من بينهم طفل وامرأة. وخطف الانقلابيون الحوثيون خلال حملة المداهمة 40 من الأهالي معظمهم من فئة المسنين بينهم والد القيادي في مقاومة حزم العدين حزام الهاملي واقتادتهم إلى سجونها الواقعة في مركز المديرية. نهاية أخبار المنتصف، تابعتم فيه.
الجيش يتقدم في مديرية برط العنان في الجوف ويحبط محاولة تسلل إلى مواقعه غربي المأرب. مقاتلات التحالف تدك مواقع الانقلابيين في صنعاء وصعدة، والميليشيا تؤكد مجازر أو ترتكب مجازر بحق الأبرياء في حيس والتحيتة جنوب الحديدة. كما تابعتم أيضا طلائع قوات الشرعية تصل آخر معاقل الحوثنيين في مديرية باقم، ومصرع قيادة الميليشيات في نير الجيش في جبهة الملاحيض في محافظة صعدة. دمتم ودام اليمن بألف خير، إلى اللقاء في أمان الله.